تصطادين فيه؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون الآن شبكة جي ميديا الإعلامية. الآن نحن نقف في خيمة التضامن. نحن الآن نقف في خيمة التضامن في مدينة البيرة، حيث يتضامن أهالي الأسرى المضربين عن الطعام مع ذويهم في سجون الاحتلال. يذكر أن 30 أسيرا مضربا عن الطعام متواجدون الآن في سجن عوفر في العزل الانفرادي أو في العزل الجماعي، الذي قامت إدارة السجون بإزالة جميع يعني مناحي الحياة فيها من الأدوات الطعام وإلى آخره. الأسرى يتناولون فقط ارجع شوي. Thank you.
امسك لك شوي. لا انت ما فهمتيش نفس الجمهور بس من زاويه ثانيه. خذ لي خذ هذا الرسم. من عفر لا ما تجدو، من عفر لا ما تجدو، من عفر لا ما
Yeah.